أعلن معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله بن خالد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة أن تقديرات الموضوعة للتأمين الصحي الشامل الأساسي تزيد على 500 دينار في السنة للمواطن، على أن تتكفل الحكومة بالاشتراك الكامل لعلاجه الأساسي والذي سيكون عبر صندوق الضمان الصحي الاجتماعي الحكومي، فيما سيتكفل أرباب العمل بتأمين العمال الأجانب. جاء ذلك في ندوة أقامها مركز الجزيرة الثقافي حول مشروع التأمين الصحي، حيث أكد معاليه على أن القانون لن يحول المستشفيات إلى مستشفيات خاصة، وإنما سيزيد من تطويرها وسيكون لها مجالس إدارات خاصة، فيما ستتحول وزارة الصحة من مقدم خدمات صحية إلى منظم يعمل مع المجلس الأعلى للصحة، متوقعا أن ينتهي مشروع الضمان الصحي الشامل بشكل نهائي في عام 2020، على أن يبدأ التنفيذ قبل ذلك ولكن بصورة جزئية، معربا عن أمله أن ينتهي النواب من مشروع قانون الضمان الصحي قبل نهاية هذا العام. وأشار إلى أن هذا النظام سيوفر بيئة تنافسية كبيرة بين المؤسسة الطبية سواء في القطاع الخاص أو العام، مشيرا إلى أن وزارة الصحة ستتحول من مقدم خدمات صحية إلى منظم يعمل مع المجلس الأعلى للصحة، ويتركز عملها على المحافظة على الصحة العامة. حقيقة أن الموضوع الضمان الصحي هاي يهم كل مواطن، لأنه يهم كل بيته، يهم كل عائلة، يهم كل طفل وكل رجل، لأن هاي يدخل معاهم يعني لخدماتهم الصحية اليومية في حاجة الأسرة. فالحقيقة يجب أن يكون يعني المواطن مطلع على شنو النظام وشلون بيكون وضعه فيه وشون هو بيخدمه النظام وشلون النظام بيطور الخدمات الطبية إلى الأحسن إن شاء الله، وبيخليها يعني خدمات تفي بمتطلبات الناس وتلبي احتياجاتهم وتعطيهم الحرية في الاختيار في تلقي العلاج عند الأطباء اللي يبونهم في المستشفيات اللي يبونها، وبذلك يخلق نوع من التنافسية بين الأطباء وبين المستشفيات لخدمة المريض وإعطائه حقه من ناحية يعني العلاج ومن ناحية حتى المعاملة، من ناحية الـ يعني استقبال والمعاملة في المستشفى. هاي كلها بتكون نتيجة إن شاء الله لهذا النظام.